رحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. كما كتعرفوا الآن دابا كيقرب وقت الامتحانات، كنتكلم مع كلام ديال السنة الأولى بكالوريا بروميير اني باك، كيقرب الامتحانات وبالتالي طبعا لي زيليف و لي زيتوديون اون جينيرال كيكون واحد الضغط عادي جدا، ضغط عادي جدا ومفهوم ومبرر كاع. انا كنتكلم مع الناس ديال بروميير اني باك، كنعرفوا بلي ملي كيقرب الامتحانات كيكثروا بزاف ديال المبادرات، وماشي كاع المبادرات كتكون، ماشي كلها كتكون مزيانه او كتكون في الاتجاه الصحيح. وبالتالي اخذا على مسؤوليتنا احنا ان شاء الله باذن الله مع قوته ان شاء الله غادي نخدموا المقرر ديال السنه الاولى بكالوريا ابتداء من نهايه هذا الشهر ان شاء الله، والاخر ديال جونفي غنبداو المقرر من الاول. يعني غنبداو اولا بلي زوفر اللي عندكم، عندنا لو رومون اللي معروف، لو رومون اوتوبيوغرافيك ديال احمد الصفري ولا بوطا ميرفي اللي فيه 12 شابيتر، وطريقه الاشتغال على هاد لو رومون خصها تكون احترافيه، ما تكونش داكشي ديال لي ريزومي اللي هكاك، لان الريزومي نهار الامتحان ما نطلبوكش تكتب لنا ان ريزومي، دونك هذا كيتعتبر واحد الطريقه اللي غير صحيحه التعامل مع ليتود ديال لو رومون. دراسه هاد الروايه ديال لابوتا مافي ما كتكونش بهذيك الطريقه ديال ريزومي ديال 3 سطور ولا 4 سطور كل شابيتر، والتلميذ كيعتبر انه لا نهار الامتحان فا با فو دوموندي، ما كاينش امتحان فيه عافاك كتب لينا الريزومي، راه ما كاينش، دونك خصنا نعرفوا داك الريزومي اش كيصلح بعدا. هادي هي الاولى، دونك خصنا نخدموا داك لو رومون ديال لابوتا مافي بطريقه معقوله. هادي هي الاولى. ثاني حاجه عندكم لا بيس تياترال، داك المسرحيه المعاصره كيسموها تراجيدي مودرن ديال جون انوي الفرنسي، وحتى هي عندها واحد لو كونتكست هيستوريك، بمعنى كونتكست هيستوريك واحد قصه تاريخيه. الا ما كانش قصه تاريخيه مفهومه مضبوطه ما يمكنش تفهم شنو القصه، ما يمكنش تفهم دوك المشاهد ديال المسرحيه، ما تفهمهاش وما تفهمش لوبجيكتيف، ما تفهموش. وحتى ديك تراجيك مودرن عندها معنى، ملي كنقولوا تراجيك مودرن كنزيدوا كلمه مودرن على ديك تراجيك، حتى هي عندها معنى. وبالتالي حتى لا ميم شوز، حتى دوك لي بيتي ريزومي اللي كيداروا هو سي اون، هي سي اون بيس دو تياتر، يعني فيها لو ديسكور ما فيهاش لو ريسي، لو ريسي كيديروا لو برولوغ في الاول. اذا انت ملي كدير ان ريزومي اش كدير؟ كدير ريزومي على شكل ريسي، على شكل كتعاود لينا هذا مثلا اونتيغون قالت كذا كذا كذا، الاخرى جاوبت، هذا سي ان ديسكور. انت كدير ان ريزومي على شكل ريسي، كتحكي لينا اش وقع في اونتيغون. وحتى هذا نهار الامتحان ما كاينش، نهار الامتحان كيعطوك ان ديسكور مباشر اونتر لي بيرسوناج دو لا بيس تياتر. دونك حتى هذه مساله اللي قد خصنا نتابعوا ليها. داك الشيء في الاول قلت بانه طريقه الشغال على لي زوفر، وكنسطر على كلمه لي زوفر، ما كنقولش لي رومون، كنسطر على كلمه لي زوفر لانه سي لو مو لي زوفر ليتيرار كاع الا بغينا نجيو ندقوا مزيان. لو رومون الثالث او لوفر الثالث هو لو رومون لي سميتو ايل باردون لي سميتو لو ديرني جور دون كونداني ديال فيكتور هوغو. هذا تا هو الا ما فهمناش السياق فاش تكتب، في السياق فاش تكتب وما عرفناش شكون هو فيكتور هوغو، صعيب نفهموه واخا هو في 49 شابيتر. انا لي شابيتر ديالو كاين شابيتر اللي فيه صفحه صفحه وكاع تقريبا صفحه وشويه ولا تقريبا صفحه على حسب الطبعه ديال كل روايه. فهاد لو رومون اللي هو كيتعتبر من لي رومون، يعني المهم على حسب التلام داكشي كيقولوا، انا كاستاذ كيجيني صحيح شنو كاين التلام، هما كيبان لكم دا رومون كي كومبليكي. علاش؟ حيت لو شون ليكسيكال ديالو جوريديك بيغ، بمعنى فيه واحد اللغه ديال لغه القضاء ديال المحكمه السجن لا الى اخره. فهاد اللغه هاد لو شون ليكسيكال قاس على التلام، هادشي كيقولوا هما التلام، ما كنقولوش انا التلام، انقل ما يقوله التلاميذ. دونك هاد فيكتور هوغو، هاد الروايه ديال لو ديرني جور دون كونداني اللي فيها 49 شابيت، حتى هي طريقه الشغل ديالها خصها تكون واخده بعين الاعتبار لونغاجمون دو لوتور. لوتور عنده واحد لونغاجمون، الكاتب عنده واحد لونغاجمون، هو سي اون بيرسون كي ايتي انغاجي بوليتيكمون دائما. وبالتالي هاد لي تخوا زوفر اللي تكلمنا عليهم خاص طريقه الشغل ديالهم تكون بطريقه اللي هي تليق تليق بالامتحان، لانه في الاخر المطاف حنا هادشي دايرينو على الامتحان. دونك والامتحان هو عباره عن تكست، عباره عن تكست ماشي على ريزومي، عن تكست. ما كنعطوكش ريزومي، دونك انت كنعطوك لو تكست، دونك انت خاص تكون مؤهل تخدم لو تكست. وهادشي غنخدمو عليه ان شاء الله مع الوليدات ديال بريمير اني، ما كنخدمو على لي زوفر اللي كاينين.
طبعا نخدموا على كور دو لونغ بيان سور. كور دو لونغ هما ديك فيغور دو ستيل، ديسكور ديال ديسكور انديريكت، لو شون ليكسيكال، لي توناليتي، هادشي كله غنخدموا عليه ان شاء الله، وغنخدموا عليه بطريقه تليق بالامتحان طبعا. واخر حاجه هي داك البعبع اللي هي لا برودكسيون خيت لي، مع كامل الاسف كنقول مع كامل الاسف، باقي الناس مدابزين مع لي بلون، باقي الناس مدابزين مع كيحفظوا لا ديفينيسيون دي بلون، باقي الناس كي باقي الناس بعاد على الاشتغال الحقيقي. وانا كنرصد وكنشوف على التلامذ وكلشي، كنشوف حتى مع التلامذ ديالنا كنشوف هاد يعني كتجينا عندنا حنا كتسونتراليزا لافورماسيون، اي حاجه كتوقع التلميذ كيجي عند الاستاذ كيتشاور يوميا، كيجيونا دي ميساج استاذ راه كذا كذا، وداكشي كيوصلنا مع الكامل للاسف واحد النسبه ديال 60 70% ما صحيحش، سورتو في هاد لابرودكسيون خيط. لابرودكسيون خيط ما يروج فيها من الاشاعات، يعني اكبر تهديد هو هاد الاشاعات على لابرودكسيون خيط كثر بكثير من شي حاجه اخرى. لابرودكسيون خيط هو تكست ارغيومونتاتيف اللي خصو يكون فيه جوج حويجات، جوج حويجات خصو يكون في لابرودكسيون خيط غنتكلموا عليهم فوق، جوج حويجات خصهم يكونوا في لابرودكسيون خيط مهمين غنتكلموا عليهم بطريقه مفصله. اذا هذه كانت غير واحد يعني اعلان عن انطلاقات ان شاء الله، هذا الدعم ان شاء الله غيبدا على هذا البروفيل ديالنا اللي هو برو فرونسي. طبعا لا شين يوتيوب راه كاين كلكو تحملوا نفس الاسم، غير او وحده برو فرونسي، كاينه او وحده في لا شين يوتيوب تحملوا تقريبا نفس هذا لي زانفورماسيون اللي عطيت ان شاء الله. غنخدموا ان شاء الله على هذا الانستغرام ان شاء الله. سوي لي بيان فوني، مرحبا والف مرحبا، وان شاء الله عندنا مواعيد، ان شاء الله تكون عندنا مواعيد كثيره وكثيره بزاف. كنتكلم مع التلام ديال بريمير اني باكالوريا ان شاء الله. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.